بسم الله. لسه ما زلنا مع الماركرز، هناخد اخر حتتين كده صغيرين، ازاي نعمل كاستمايزنج للماركر بحيث ما نعرضش الماركر اللي هو المعتاد اللي هو الشكل الطبيعي ده، عايزين نعرض ماركر يكون بالشكل على مزاجنا، ده واحد. واتنين، ازاي نريموف الماركر اصلا في اي وقت احنا عايزينه. طيب ماشي، انا هكمل على الاكزامبل البسيط اللي احنا كنا عاملينه. احنا كنا قلنا قبل كده واحنا شغالين وبنظبط الماركر بتاعنا، صح؟ عملنا دراجبل تو في الماركر، وعملنا التايتل والماب والبوزيشن والانيميشن، كلام جميل. دلوقتي في حاجه تانية مهمه، الا وهي حاجه اسمها ايكون. حاجه اسمها ايه؟ ايكون. دي خاصيه كده اسمها ايكون، ونقدر نحط نديها ايمج يو ار ال. نديها ايمج ايه؟ ايمج يو ار ال. يعني عندنا ايمج يو ار ال معينه فيها صوره معينه او جوه فولدر معين، ممكن نبدا ايه نحط. فايكون قمت كاتب كده، ادي الايه الباث اللي فيه الايه الصوره اللي انا عايز اركبها او احطها عندي جوه الايه جوه الشغل بتاعي، او جوه بديله للماركر. بديله للماركر لو سيفت كده ورحت رجعت، طبعا تلاحظ ان دي الصوره بس كبيره جدا، خلاص احنا محتاجين صوره اصغر من كده. نرجع نكتب كده عنوان يكون في صوره اصغر. كتبت كده عنوان اهو، هيا نمتع صوره ثانيه. لاحظ اللي حصل، كان عامل ريفريش، ادي الايه الماركر نزل، ولما بدوس عليه بيبدا يعمل الايه يعمل الانيميشن بتاعه. كلام جميل. دي رقم واحد. كنا عايزين نتكلم في حاجه ثانيه مهمه، اللي هي ايه؟ ازاي بنعمل كلوز للايه للمارك. في الحقيقه احنا كنا واحنا بنضيف الماركر ده للماب، قلنا الماب بتساوي، وحطينا لها الماب اللي هو الفاريبل اللي موجود ايه الفاريبل اللي موجود فوق. احنا ممكن نعمل ماركر وما نحددلوش الماب، وده ساعات بنحتاجه كتير جدا، بالذات لما بنكون عايزين نطلع اكتر من ماركر في اكتر من مكان، وماركر يختفي وماركر يظهر وكلام زي ده. وفي الحاله دي احنا ممكن بالكود بتاعنا احنا وشغالين، يعني ان انا اجي واقوم قايل مثلا فين في اللود، اخر حاجه في اللود فين؟ في الفانكشن بتاعت اللود ايميج، اللود ايوه اللود ماب. خلاص ممكن اجي هنا ببساطه جدا واقوم قايل ماركر دوت سيت ماب، وادي له الاسم الماب اللي انا عايزها، اللي هي مثلا ما فيش غيرها دلوقتي، اللي هي الماب بتاعي. خلاص دي طريقه ثانيه ان انا ادي الماركر الماب. يعني طبعا لما اديتلوش وسيفت كده ورجعت، طبعا الماركر ما هوش هيظهر، لانه الماركر مش متركب على الخريطه، مش عارف انا الخريطه يظهر عليها. لكن بالطريقه دي بقى احنا عرفنا الطريقه الاولانيه دي، الطريقه الثانيه برضو الماركر ظهر زي ما احنا شايفين. طيب نفس القصه لو انا عايز يعني اريموف الماركر بتاعي بكل بساطه جدا، وانا وشغال طبعا هيبقى في وسط كود، ان انا في الاخر اقول له سيت الماب بتاعتي نال، يعني جوه وسط كود معين اقوم قايل له خلي الماركر بتاعي يبقى نال. فانا ممكن مثلا بشكل كده اخلي هنا بعد الباونس اقول له سيت ماب نال عشان ما يشتغلش خالص مثلا، يعني فور اكزامبل، يعني بحيث ان هو كده لما اجي اعمل ريفريش كان المفروض لما اكليك عليه يبقى باونس، لا يقوم قافل بقى خلاص. فانا هو عملت كليك عليه فعلا اتقفل واتشال من على الخريطه، يبقى انا كده عملت له ايه ريموفنج للماركر من على الماب.